السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وموعد جديد مع برنامجكم ملك وكتابة. ملك وكتابة حلقة الاثنين التي تحمل الرقم 573، حلقة مهمة زي ما حضراتكم ممكن تلاحظوا من توقيتها، لكن كمان بيستمر فيها غياب الزميل الكبير العزيز المهندس عادل القيعي. وعايز أطمن حضراتكم أنه الحمد لله بحالة جيدة ومستقرة هو والسيدة حرمه. يمكن محمد عادل القيعي كان عازل نفسه في البيت، المهندس عادل والسيدة حرمه في المستشفى. بيبلغكم السلام، بيبلغكم شكره الجزيل جدا، وبيبلغكم اعتذاره عن عدم الرد، لأن الحياة تليفوناته ما بتهداش أبدا، ما بيقدرش يرد لأنه بيلزمه الراحة. فبيبلغكم السلام والشكر على السؤال والمتابعة، وإن شاء الله تعالى يومين ثلاثة ويعمل مسحة جديدة، نتمنى بإذن الله تعالى أنها تطلع سلبية ويطمن ويرجع ويكون موجود معانا في الفترة اللي جاية إن شاء الله. كمان على ذكر الكورونا بقى وضحاياها، الكابتن الكبير رؤوف عبد القادر، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي، داهمه فيروس كورونا، لكن الحمد لله بشكل خفيف شوية. يمكن قبل ما اجي لحضراتكم مباشرة اطمنت عليه، قال لي أنا عازل نفسي في البيت، الحاجة الوحيدة الأعراض اللي ظهرت عندي تأثر حاسة الشم والتذوق، دول الاتنين بس اللي تأثروا شوية، في بقية الأعراض الحمد لله ما هياش موجودة، لكنه كانت نتيجة المسحة بتاعته إيجابية، فبالتالي عازل نفسه وفقا للبروتوكول الصحي في البيت. فبنتمنى له إن شاء الله تعالى سرعة وتمام الشفاء، وألف سلامة كمان على حازم إمام كابتن نادي الزمالك. حازم إمام اللاعب، لاعب نادي الزمالك، ثبتت برضه عينته إيجابية، بنتمنى له إن شاء الله تعالى سرعة الشفاء، ونتمنى سرعة الشفاء لنجمنا العالمي الكبير محمد صلاح، اللي خلال وجوده مع المنتخب قبل مباراة توجو أصيب بكورونا وانتقل للجونة علشان يكون في عزل صحي خاص جدا في منتجع الجونة. طبعا متابعة عالمية كبيرة جدا لمحمد صلاح، ويمكن إصابته خلت ناس كتيرة تجتهد وناس تلقي باللوم على أصله حضر الفرح وأصله جه المعسكر وأصله مش عارف شكلها وحش في وشنا، في وشنا ليه؟ هو كريستيانو رونالدو، هو الرئيس الأمريكي ترامب، هو رئيس وزراء بريطانيا، مش كل الناس ديت دهمها فيروس كورونا؟ كورونا وغيرها من الأمراض ربنا يحفظكم جميعا لا هتقف لا على نجم ولا على إنسان عادي، لا على غني ولا على فقير، لا على وزير ولا على غفير. فبلاش ان احنا نجلد الذات ونعتقد ان احنا علشان حضر فرح. بالمناسبة تريزيجيه كان موجود معاه في نفس الفرح، وكانت المسائل زي حتى ما عمدة نجريج قرية محمد صلاح قالت المسائل كلها كانت في التباعد، لكن هو ده قدر. وفي معسكر المنتخب ما صلاح كان موجود في المعسكر مع زمايله بياكلوا نفس الاكل ويتمرنوا وقاعدين مع بعض، لكن هي جت كده. فنتمنى لمحمد صلاح سرعة وتمام الشفاء إن شاء الله. واضح جدا طبعا إنه الفيروس عالميا حتى الموجة الثانية عنيفة شوية، فيها كتير من الجدل حوالين أعراض كورونا، لكن أرجوكوا الكل ياخد حذره، الكل يرجع لمرحلة الحذر اللي فاتت، بالذات مع قدوم الشتاء وبرودة الجو. الناس كلها تحرص على التباعد، تحرص على الكمامة، تحرص على الحركة المحدودة شوية، وربنا يحفظكم جميعا إن شاء الله. حلقة مهمة زي ما قلت لحضراتكم، هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا، توجوا بالسلامة إن شاء الله. الغربال فن صناعة الصفقات، وبعظمة لسانه الشمالي وضحايا البضاعة الفاسدة. الشموع الحمراء مكاوي عم الكباتن. وفي أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى الحلقة اللي نتمنى أن حضراتكم تستمتعوا بيه إن شاء الله، لكن دائما وأبدا البداية مع مقالي وما قالوا، توجوا بالسلامة إن شاء الله.
حاجة غريبة، منتخب بقاله فترة طويلة جدا ما تجمعش، والكابتن حسام البدري ضحى بإقامة معسكر في أكثر من مرة علشان الدوري ينتظم والمسألة تكمل بإذن الله زي ما مشيت وزي ما اتحاد الكرة أراد لها. الأداء قدام توجو سيء جدا، الملاحظات كتيرة قوي، بس من إمتى في فريق في العالم بيلعب كل ماتشاته بشكل كويس كل ماتشاته؟ ومن إمتى في فريق في العالم ما بيتمرنش مع بعضه وعنده ضمانة إنه هيلعب بشكل كويس؟ في ملاحظات على الاختيارات، طبعا في ملاحظات، بس تبقى وجهات نظر. أنا شايف إنه كان ياخد سين وهو خد صاد، في النهاية كابتن حسام هو صاحب القرار. إنما الظاهرة السلبية قوي اللي رجعنا فيها فترة طويلة لورا الحقيقة، الخناقة اللونية على المنتخب اللي بتشكك في كل حاجة، ودي مسألة أتمنى إن احنا ننتبه ليها شوية، وبالذات الزملاء العقلاء في الوسط الرياضي، بالذات الوسط الإعلامي المؤثر. غير معقول بالمرة إن محمد هاني يصاب بجزع في الرباط الداخلي، فالطبيعي إنه ما يسافرش لأن المباراة 48 ساعة وهيلعب المباراة، دول خلصوا الماتش ورجعوا ناموا وصحوا وركبوا الطيارة، فاللي عنده برد مش هيخف، فما بالك بجازع في الرباط الداخلي. هاني بالمناسبة هيحتاج راحة حوالي أسبوع أو 8 أيام ويرجع بعد كده يتمرن إن شاء الله يبقى كويس. بكرة هيتعمل له أشعة جديدة إن شاء الله تبين إن الجزع درجة بسيطة زي ما الدكتور محمد أبو العيلة الطبيب المنتخب أكد واستبعده على هذا الأساس، يعني الراجل راجع النادي بتقرير طبي. عمرو السولية ياخد انذار، ياخد انذار من الحكم، الحكم اللي كان فعلا ظلمنا بشكل واضح جدا. الحكم لو عنده 60% عدالة كان لينا ضربتين جزاء على الأقل يتحسبوا، لو كانوا اتحسبوا وكسبنا 3-0 مش 1-0 كان الكلام على الكابتن حسام البدري والجهاز واللعيبة هيتغير وهيختلف، لأن احنا ناس بنتكلم عن نتيجة، احنا بنحلل وفقا للنتيجة مش وفقا للمعطيات ولا الظروف ابدا. عمرو السولية ياخد انذار، تطلع اصوات تقول لا ده تعمد ياخد انذار عشان يريح عشان ماتش الزمالك عشان نهائي افريقيا، ونفس الناس اللي قالت عمرو السولية بيريح هم اللي متخانقين وقايلين ليه طارق حامد ما لعبش. المنطق فين؟ حسام البدري صاحب قرار، يلعب اللي يلعبه ويضم اللي يضمه وياخد اللي يسيبه، هو صاحب القرار، لكن التشكيك في أي قرار ليه لا، دي بداية مش إيجابية. وأتمنى على الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون معاه لا يستمع أبدا إلى أي ضغوط لونية، بقول لكم حتى لو من قبل جماهير الأهلي، لو قالوا له لازم تاخد فلان من الأهلي وهو مش مقتنع ما ياخدهوش، تاخد فلان من الزمالك، تاخد فلان من بيراميدز، خليك يا كابتن حسام اختياراتك من دماغك انت ومن قناعاتك انت، لكن احنا هنفضل نضغط على الجهاز حسب الالوان وحسب الظروف، ده مش لصالح منتخب مصر. منتخب مصر هيلعب الثلاث بكره ان شاء الله في توجو مباراه العوده، ربنا سهل باذن الله تعالى ويكسب وتوجو بالسلامه ان شاء الله. بعد كده احنا لسه عندنا مباراتين في شهر مارس اللي جاي، يحيينا ويحييكم ربنا. المنتخب المباراتين اللي باقيين له بعد كده هتبقى كينيا في القاهرة، كينيا في نيروبي يوم 22 مارس، و 30 مارس مصر مع جزر القمر في القاهرة. المجموعة الناس كلها حتى للأسف قريت آراء لبعض كبار النقاد، احمدوا ربنا ان احنا ما وقعناش مع كوت ديفوار ومع الكاميرون ومع نيجيريا، نوقع معاهم ازاي؟ ما دي كلها رؤوس مجموعات، انت وفقا لتصنيفك هتقع مع المستويات ديت، جه في حظك مع كينيا ومع جزر القمر ومع توجو، كان مش صح ابدا ان احنا نتعادل اول مباراتين مع كينيا ومع جزر القمر. بس خلاص شحننا البطاريات، بدانا ننتبه للمساله، نكسب في توجو باذن الله، ولو لا قدر الله ما وفقناش في توجو عندنا مباراتين، عندنا كينيا في نيروبي في المتناول، ما هياش صعبة، ما هو ساعة لما يجد الجد مصر إن شاء الله تعالى مش هتغيب عن كأس الأمم علشان توجو جزر القمر وكينيا. المستويات مع الاحترام للجميع المستويات مختلفة،
والتاريخ مختلف والقدرات مختلفة. فنتمنى أنه نوفق بكرة إن شاء الله الثلاث في نتيجة إيجابية في لومي، ونرجع بإذن الله تعالى نركز في الفترة اللي جاية بقى. بس وقت ما الكابتن حسام البدر بقى يحتاج مباراة ودية ولا يحتاج تجمع، كل الناس اللي بتعترض على المستوى دلوقتي يا ريت ما يستكتروش عليه تجمع. ده جدول الترتيب الحالي، فبالتالي جزر القمر في المركز الأول عندها 8 نقاط من 4 كسبت الماتش الأخير، مصر عندها 5 نقط، نكسب هنبقى احنا بقينا 8 إن شاء الله، لأنه أنت اللي بيعدي 8 لو 10 بيضمن التأهل. فاحنا بنتكلم على إنه توجو، فيلومي، كينيا، نيروبي، جزر القمر في القاهرة. بإذن الله تعالى التسع نقاط دول لو خدنا منهم 6 رحنا كأس الأمم علشان نبدأ نسعى لاستعادة مكانة مصر في البطولة. الملاحظات كانت كتيرة جدا على المباراة، أعتقد حضراتكم تابعتوا كتير، لكنه فيلومي السفير المصري حسام حسين استقبل البعثة بحفاوة وترحاب. الجانب التوجولي وضع كل الإمكانيات لصفوف لمنتخب مصر. كابتن حسام البدري ذاكر كل سلبيات المباراة، شاف كل الأخطاء اللي حصلت، مؤكد أنه هو هيشتغل كتير على تعديل بعض الأخطاء اللي حصلت. أستون فيلا الإنجليزي بعت طيارة خاصة، شوفوا تقدير النجوم بقى، طيارة خاصة لتوجو عشان تاخد محمود تريزيجيه من لومي مباشرة إلى لندن عشان يلحق مبارياته مع أستون فيلا. ف تريزيجيه هيتحول مباشرة على طيارة خاصة من توجو إلى لندن. بقيت نجوم الأهلي المحترفين هيوصلوا بإذن الله تعالى الأربعاء والخميس علشان ينتظموا مع النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية. علي معلول النجم التونسي الكبير بيقود منتخب تونس في دار السلام أمام تنزانيا، يكسب منتخب تونس بكرة يتأهل مباشرة ويبقى ضمن الصعود لنهايات البطولة في الكاميرون إن شاء الله. كمان في مالي ربما يحتفل أليو ديانج نجم الأهلي مسافر مع منتخب بلاده مالي إلى ناميبيا، برضو لو كسب بإذن الله عنده 7 نقاط، لو خد 3 نقاط هيكون يجي أليو ديانج وعلي معلول الاثنين بإذن الله تعالى يجوا للأهلي يوم الخميس وهم محتفلين بتأهل منتخبي بلادهم. جيرالدو في دولته بقى في أنجولا بيستضيف الكونغو، وأنجولا محتاجة للفوز لإحياء التأهل لأن عندها نقطة واحدة في التصفيات. الثلاثي هيرجع على الأربعاء أو الخميس، يكون موجود في النادي إن شاء الله في التدريبات الخميس. بمناسبة جيرالدو سألت الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، قال لي جيرالدو سموحة مقدم له عرض لضمه، وأليو باجي المهاجم الكبير القوي عنده عرض أيضا من الاتحاد السكندري، بس حتى الآن ما تمتش حاجة متقدمة سواء لانتقال أليو باجي إلى الاتحاد أو جيرالدو إلى سموحة. دي الحالة بالكامل بخصوص منتخب مصر. لكن النهاردة كمان اتحاد الكورة أعلن جدول كاس مصر في دور الثمانية والدور قبل النهائي والنهائي. وهنا في ملاحظة مهمة جدا، المباراة يوم السبت بالمناسبة، الأهلي وأبو قير هتبقى المباراة في استاد برج العرب. ده الجدول اللي أعلن النهاردة 21 نوفمبر، الأهلي مع أبو قير باستاد برج العرب في اسكندرية الساعة 5. 21 نوفمبر برضو في نفس اليوم يوم السبت الزمالك واف سي مصر في استاد السويس هيبقى 8 مساء. يعني يوم السبت الاهلي الساعه 5 في برج العرب مع ابو قير، الساعه 8 الزمالك هيكون مع اف سي مصر في استاد السويس. ليه الاهلي في برج العرب؟ ده السؤال المهم. احنا دلوقتي في خصوص نوه المكنسه والظروف اللي بيتعرض لها الساحل الشمالي أدت إن احنا ننقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والزمالك يوم 27 إلى استاد القاهرة، وكان مجهود مشكور الحقيقة من الدكتور أشرف صبحي ومن اتحاد الكرة المصري. طيب إذا كنتوا معترفين إن نوة المكنسة مهددة الأهلي والزمالك، مش هتهدد الأهلي وأبو قير؟ إيه فكرة إن أنا
ملعب ممكن يتأثر بالأمطار الشديدة اللي موجودة في الساحل الشمالي وفي اسكندرية في هذه الفترة، ألعب في استاد برج العرب. طبعا السؤال هيتقال، أصل المباراة لازم أن تقام في ملعب محايد. مبدئيا اسكندرية ما هياش ملعب محايد، وبين الأهلي وأبو قير ما أعتقدش أبدا من المناسب أن احنا نتكلم في ملعب محايد. ما الزمالك وإف سي مصر الاتنين من القاهرة، كان الأقدر يلعبوا في القاهرة، راحت السويس. أتمنى أن احنا لو ثبت أنه استاد برج العرب هيتأثر بالأمطار في الفترة اللي جاية، ما يصحش أبدا أن احنا نعرض اللعيبة لمخاطر الإصابة، لأنه شفنا استاد برج العرب قبل كده وشفنا لقاء القمة كان عامل إزاي، وده مش ذنب حد ولا تقصير من حد، هي الأمطار أكبر وأقوى من أي طاقة استيعابية لأي شبكات صرف في ملاعبنا. المسائل بتبقى سيول بجد، فبالتالي أعتقد المسارعة بنقل المباراة لأي ملعب، هاتوا لأي ملعب في القاهرة، أو لو يعني شوف كتير من ملاعب القاهرة، وزي ما قلت لك مفيش حديث عن فكرة ما أنت بتلعب كده كده من غير جمهور، يعني هتلعب في الدفاع الجوي، هتلعب في استاد السلام، هتلعب في استاد القاهرة، هتلعب في الكلية الحربية، أي ملعب في القاهرة أو حتى في اتحاد الشرطة، أي ملعب هتقام عليه المباراة بدون جمهور كأنه في اسكندرية أو في القاهرة. لكن هنعفي لاعبتنا من التعرض لأي مخاطر إصابات في توقيت حرج، وساعتها حتى اتحاد الكرة المفروض ينأى بنفسه عن دايرة الشك. أنت لو الملعب في برج العرب موحل بالشكل اللي كان عليه قبل كده وتأثر بالسيول، وأي لاعب اتعور بفعل الأرض، الجمهور مش هيقبل ده بسهولة، والكلام مش هيتفسر بحسن نية. احنا ليه بنحط نفسنا في مأزق وأزمة ملهاش أي لازمة؟ ما أنا من دلوقتي الأهلي وأبو قير في أي ملعب تاني بعيدا عن منطقة الأمطار، ده أنت لو رحت وديته لأسوان ما عندكش مشكلة، لو وديته لأي مدينة غير المدن الممطرة في هذا التوقيت ما عندكش أي مشكلة. ليه قبل المباراة يوم 21 قبل نهاية أفريقيا بخمس ست أيام أعرض نفسي للمشاكل وللحرج وللشك وللاتهامات بدون أي لازمة؟ وأنا متأكد أنه مش في دماغهم خالص أنه يحط المباراة في هذا التوقيت في هذا الملعب لأي سبب على الإطلاق، ربما علشان لازم تروح لملعب محايد، فبالتالي الزمالك راح استاد السويس مع أنه الفرقتين من القاهرة، ما كانش يحصل أي حاجة لو الزمالك وإف سي مصر لعبوا في استاد القاهرة، الاتنين من القاهرة، ويروح الأهلي وأبو قير يلعبوا في استاد السويس، ما عندكش أي مشكلة في ده، دول في القاهرة أصلا ودول في السويس أو في القاهرة الاتنين. نتمنى تدارك ده، لأنه كمان بعد التأهل الفائز من الزمالك وإف سي مصر هيلعب مع طلائع الجيش يوم 1/12، والفائز من الأهلي وأبو قير هيتأهل للقاء الاتحاد السكندري في قبل النهائي في استاد السويس. طب ما هو الأهلي هيروح السويس أهو، لأنه حد قال لي ما هو أمنيا الأهلي ما بيلعبش في خط القناة، ما هو الأهلي لو تجاوز أبو قير هيلعب مع الاتحاد إن شاء الله في قبل النهائي في استاد السويس، طب ما يلعب مع أبو قير من دلوقتي في استاد السويس، والزمالك وإف سي مصر يلعبوا في القاهرة لأن الاتنين من القاهرة. نتمنى تدارك ده، لأنه الانتظار لغاية المباراة ونفاجأ بأمطار والأهلي يبقى لازما يلعب، ولو ما لعبش ما أعرفش، وندخل في مشكلة قبل نهاية أفريقيا بخمس ست أيام إحنا في غنى عنها تماما. نتمنى تدارك ده، ونتمنى إن شاء الله تعالى بكرة كل التوفيق لمنتخب مصر. نتمنى إنه جماهير الأهلي والزمالك هي الجماهير الكبيرة، هي الكتلة الصلبة المساندة للمنتخب الوطني. ما يصحش أبدا هذا الانقسام على في السوشيال ميديا لأسباب تتعلق باختيارات لعيبة أو تشكيل أو تشكيك كمان في نوايا مدرب. كابتن حسن شحاته ما حققش كل الانجازات الكبيره اللي حصلت كافضل مدرب حقق انجازات مع المنتخب الوطني الا بفعل مسانده جماهير الاهلي قبل جماهير الزمالك، كابتن الجوهري قبل منه، وكل مدربي المنتخبات الوطنيه كان بيلاقوا هذا الدعم وهذه المسانده من كل جماهير الانديه. وبقول لكم جماهير الاهلي والزمالك عليها دور كبير لان هي الكتله الصلبه الكبيره. فنتمنى ان شاء الله للكابتن حسام البدري وجهازه الفني والمنتخب مصر التوفيق في توجو، وتوجو بالسلامة إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد.
بالمناسبة السنغال والجزائر أول المنتخبات اللي تأهلت لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، الاثنين كل واحد فيهم وصل لعشر نقاط فتأهل. كمان الاتحاد الدولي لكرة اليد مشكورا منذ قليل بعت للاتحاد المصري لكرة اليد الموافقة على حضور 50% من الجماهير في بطولة كأس العالم اللي هتقام في القاهرة إن شاء الله يناير القادم من 13 ل 30 يناير بحضور 50% من الجماهير. يعني أنت قاعد والكرسي اللي جنبك فاضي مراعاة للتباعد الاجتماعي، لكن حرصا على أهمية الحضور الجماهيري، فده تحول كويس وتطور بإذن الله تعالى يساهم في إنجاح مونديال اليد في القاهرة بإذن الله تعالى يناير القادم بحضور 50% من المشجعين. فالوا عليه الكمال، نرجع إن شاء الله تعالى مع الموسم الجديد بعودة حتى ولو مخفضة لجماهير الكرة المصرية بإذن الله. ده كان كل ما لدينا من أخبار ومقالي ومقاله، لكن هناك الكثير من بعضمة لسانه. الشمالي وضحايا البضاعة الفاسدة، ضحايا البضاعة الفاسدة كتير، والسكوت على الأداء الإعلامي القائم على الترويج للإشاعات والتقليل من شأن البطولات اللي النادي الأهلي بيحققها وتفسير كل حاجة بشكل معين بهدف الإساءة للنادي الأهلي أو التقليل من قيمة بطولات النادي الأهلي وتاريخه، هيعمل شمالي ويعمل كتير من نوعية الشمالي. مين الشمالي وقصته إيه هتشوفه في هذه الفقرة. لكن وإحنا بنتكلم على ضرورة ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، وإحنا بنتكلم على لازم الناس تشتغل بجد في اتجاه نبذ التعصب، لازم إذا كنا بنحيي مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصر أولا لا للتعصب، وهي المبادرة المهمة جدا اللي جت في توقيت رائع، ومشكورا تفاعل معاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمل على تفعيلها وتبنيها إعلاميا. ده يخلينا نتذكر بكل الخير والتقدير الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، لأنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تشكيله السابق برئاسة الأستاذ مكرم كان اهتم جدا أنه الكلام مش بس هنضبط الأداء وهنطالب الناس من غير ما نحط لها رولز أو من غير ما نحط قواعد حكمة. أنت بتطالب البرامج الرياضية وبتطالب البرامج كلها والتوك شو وكل البرامج على كل الوسائط الإعلامية أنها تلتزم. تلتزم بإيه؟ كان الحقيقة ما يشبه الدستور الإعلامي اللي اصطلح وقتها على تسميته بالأكواد الإعلامية السبعة. مكرم محمد أحمد القيمة الكبيرة جدا بكل التشكيل اللي كان معاه، يكفي أنه كان معاه لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي كانت برئاسة الخال الكبير الإذاعي التاريخي الأستاذ فهمي عمر، واللجنة الموقرة اللي كانت معاه. بنتكلم على قيم إعلامية كبيرة جدا عصارة خبراتها الطويلة جدا حطتهم لنا في أكواد سبعة كحاكمة للمنظومة الإعلامية. نشر وقتها واتبعت، وتذكروا أنه تم التنبيه على كل القنوات المختلفة أنها تنزلها باستمرار على شاشتها عشان يكون ده الميثاق الحاكم للمنظومة الإعلامية. الأكواد الإعلامية السبعة اللي بنطالب الناس أنها تلتزم بيها نفكركم بيها. والحقيقة لو تتذكروا حضراتكم من ساعة لما اتقالت الأكواد الإعلامية وحتى من قبلها، وقناة الأهلي عندها نوع من الأكواد الإعلامية الذاتية في كل إداراتها وفي كل تجاربها، أعتقد أدائها أنتوا لاحظينه وعارفين بالضبط مدى الالتزام بالموضوعية، مدى الحفاظ على القيم المهنية، مدى الالتزام بكل التوجهات العامة المسؤولة على شاشة الأهلي، وأعتقد كل المتابعين يلمسوا ده جيداً. لكن واحنا كمان بنتابع ده لازم نبقى نشوف هو ايه اللي بيخص النادي الاهلي فيه. اذا كنا شايفين ان النادي الاهلي بحجم جماهيرته الكبيره هو اكثر من يتعرض للرشق الاعلامي المتواصل، هو اكثر من يسيء جماهيره التجاوزات اللي بترتكب، هو اكثر من يدار كنادي في التناول غير الامين لبطولاته ونجاحاته الرياضية وقيمته ومكانته،
لازم الناس وهي بتتكلم تتذكر انك وانت بتمارس هذه الاساءات المتكرره تبقى عارف ان كود مهم من الاكواد الاعلاميه عدم الاساءه للاخرين. عدم الاساءه للاخرين. احنا بنشوف برامج قائمه على الاساءه للاخرين كل هدفها التقليل من شان النادي الاهلي، الاساءه لبطولات النادي الاهلي، مع انه كل طرف يقدر يمارس الدعايه الايجابيه ويمارس الدفاع عن حقوق ناديه ويمارس الحفاظ على مكتسباته كيفما شاء. لكن لما تيجي تسيء لنادي اخر او لطرف اخر خليك فاكر انك بتتجاوز كود اعلامي مهم، بتتجاوز بند مهني واضح. حتى فيما يخص الخطف الاعراض وتعميم الاتهامات. اظن المسائل كانت واضحه وباينه. هنلاقي ابراز اهميه القيم والاخلاق ودورهم في حمايه المجتمع. وده اللي كان دايما وابدا النادي الاهلي بيحرص عليه في انه بينطلق من ثوابت قيميه معينه تمثل قيم النادي وتقاليده. كان في ناس بيضايقها ده مع انه ده كود اعلامي مهم. ده توجه مهني سليم. انك في النهايه الاعلام دوره الاساسي الحفاظ على قيم المجتمع لان هو السند وهو الحامي. فبالتالي هذه الاكواد السبعه يا ريت نعيها، يا ريت ناخد بالنا منها، يا ريت حتى المتلقي كجمهور يبقى عارف كل خرق لهذه القيم يلزم لفت الانتباه ويلزم باستمرار ان احنا نحاول نسير في الطريق الصح. الاعلام الرياضي مؤثر. واحد من الاعلاميين الرياضيين المؤثرين في الحركه الاعلاميه الكابتن احمد شوبير عنده ملاحظات على مصادر التعصب جايه منين، اسباب الخروج المتكرر جاي منين. كابتن احمد شوبير على ام بي سي مصر تحدث عن حاله او اون تايم سوري في قناه اون تايم سبورت، تحدث الكابتن احمد شوبير عن حاله الفوضى الاعلاميه وكيف يمكن تداركها. نشوفه. بالتاكيد هيكون في احتفال بعد المباراه لجمهور فريق من الفريقين، لكن خلينا نحط اجواء طيبه، اجواء جيده. خلينا نشيل من وسطنا الفتن اللي ظهرت الفتره السنوات الخمسه الماضيه يعني. والفتن الحقيقه حتى كانت في بعض من ادعوا انهم يعني بتوع اعلام. حاجات غريبه كده، طفيليات ظهرت عندنا ونجحت الحقيقه في بعض الاوقات انها تفسد هذا الشكل الجميل اللي الغريب جدا لما بتروح الامارات تلاقيه ولما تروح مش عارف فين تلاقيه، لكن لما تيجي هنا تلاقي حفله شحن. انا شخصيا لعبت ضد الزمالك وياما كسبت وخسرت احيانا. الحياه ما توقفتش. لكن اللي ظهروا لنا على الشاشات في الفتره الاخيره الحقيقه هم اللي وصلونا لده. كنا الاول بنبقى نقول لك ايه الصحف الصفراء، يا ريتها وقفت لحد الصحف الصفراء. لا، ده بقت البرامج السوداء، سوداء، برامج سوداء. واللي بيطلع لا عارف بيقول ايه ولا بيعمل ايه، خصوصا بعضا من الضيوف اللي واحد يقول لك يعني هتلاقيه بطل كوره مثلا بقاله كام سنه، بقى يقول لك ايه ما تيجي نخش في الترند. هو اصلا مش عارف يعني ايه ترند يعني، لكن ما تيجي نخش في الترند. قام جاي داخل بقى ايه عامل لك اي انا واحد يقول لك ايه انا اراه ان الاهلي هيخسر في المغرب ويطلع بره، فده يكتب لك اراه ان الاهلي هيتغلب هنا ثلاثه، فده يكسب يقول لك اراه ان هيخسر. يا ابني في ايه؟ انت مين اصلا عشان تراهن؟ يعني النهارده اقول لك اراه ان الزمالك يخسر، ما اقدرش اقول هذا الكلام. فاللي حابب يعملها معركه اتاخر لو سمحت. يا ما حذرت زمان، ويا ما نبهت زمان، ويا ما قلت زمان. دلوقتي الاول كنا بنشتكي من بعض المشاغبين، دلوقتي بقوا المشاغبين على شاشات القنوات، ودي الكارثه. واحد يطلع يقول لك اعلق شعر زيرو، واحد يقول لك اعمل مش عارف ايه، يعني حاجات غريبه جدا. ايه علاقه انه يقول لك انا لو الزمالك ما كسبش مش عارف ايه هعلق شعر زيرو؟ يا عم انت ما اصلا عيب الكلام ده. فيهم ناس لعبت وفيهم ناس ما لعبتش وفيهم ناس، بس دور على الثقافه، دور على العلم. لانه لما تدي ميكروفون لجاهل او حاقد وحط تحت حاقد دي 100 خط بتخش في كارثه. ايه الجو ده؟
ايه الجو ده يا كابتن شوبير؟ عندك كل الحق، لانه كمان حتى الصحف الصفراء، وهي ليه سموها صفراء بالمناسبه؟ صحافه الاباحيه لما ظهرت في انجلترا حصل ليها ركود، ما حدش اقبل عليها لانها قايمه على اثاره الغرائز والمتاجره بيها. فمن كتر ما هي مرميه على الرصيف ما حدش بيشتريها، ورق الجرايد مع الشمس بيصفر. فعدم الاقبال عليها وركودها خلاها ده اليولو بريس، دي الصحافه الصفراء. ففضل المصطلح حتى صحفيا تناقلناه على انه الصحافه الخارجه عن السلوك هي صحافه صفراء. بقت في برامج صفراء، بقى في اداء اعلامي اصفر زي ما الكابتن شوبير قال. وهنا انا الحقيقه بيستوقفني حاجه، ما دمنا احنا بقى جادين ان احنا نصلح الوضع، وان احنا فعلا نحارب التعصب، وان احنا نحفظ المجتمع ونحفظ بلدنا من كل هذه المؤثرات المسيئه جدا، انه يتقال اصل انا ما ليش دعوه، ده الضيف هو اللي قال. الضيف هو اللي قال، يعني انا اجيب واحد انا عارف انا جايبه ليه. مبدئيا انا جايبه على خلفيه، لانه تقريبا في ناس بتستضاف لو سالته ايه حيثيته مش هتلاقي عنده حاجه. ايه دوافع استضافته في هذا التوقيت؟ مش هتلاقي حاجه غير انه واحد هيذبح خروف لو الاهلي خسر، واحد بيراهن انه يحلق شعره لو الاهلي خسر. واعمل ده وانا مش ملاحظ ومش واخد بالي ان الكود الاعلامي اللي انا ملتزم بيه عدم الاساءه للاخرين وعدم اثاره مشاعر الجماهير. انما ده يتقال، ونلاقي حتى اللعيبه نفسهم بقوا مندهشين ان ده بيحصل. كابتن سعد سمير كان في ضيافه الزميل مهيب عبد الهادي وسجل ملاحظته. انا حاسك يا مهيب عايز تسخن سعد سمير وعايز توقعه في الغلط، بس هو طول الحلقه هادي جدا وجامد. الراجل ده بيفهم. ايه؟ الراجل ده بيفهم. طب انت هادي ليه؟ لا ما هو الناس عارفه بقى ان انت راجل بتحب تدي الاهلي من تحت لتحت، فالناس لا ما اقدرش والله. اللي هو خسران. لا لا لا، اللي يتعامل مع الاهلي اللي هو يدي الاهلي من، يبقى هو الخسران. لا برافو عليك. آه. وانا بحترم فيك صراحتك دي حقيقي، انت عارف ان انت خسران. لا بجد والله، اللي يتعامل مع النادي الاهلي على فكره. انت فتحت موضوع مهم بهزار، بس انت بتتكلم بجد. لا هو بص يا مهيب، في نقطتين مهمين في الموضوع ده. كويس ان انت اثرتها يعني. الناس بتحس دايما من اللي قاعد قدامها ده ان كان هو بيتكلم بصدق ولا لا، او ان كان هو بيتكلم على النادي الاهلي زي نادي الزمالك زي الاسماعيلي زي بيراميدز ولا لا. فالناس بتحس، الانديه الكبيره يعني كلها. فالفتره اللي فاتت في توجه دايما لحاجتين، ان انا عارف ان مثلا مهيب زملكاوي مثلا. تمام، فعارف ان هو ايه، لا في سنه كده على النادي الاهلي. تمام. هو مش مبين ده قدام الشاشه، لكن انا من جوايا كمشاهد ومتفرج او مشجع للنادي الاهلي عارف ان الشخص اللي قدامي لا مش سالك. انت معايا بقى لنا كام سنه؟ لا انا بتكلم في العموم. لا انا بكلمك بقى احنا انت لا بقى لنا كتير مع بعض. عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ لا قبل كده لا بصراحه. دلوقتي اه دلوقتي النقطه الثانيه. ان الاتجاه دلوقتي، سيبك بقى من الاعلاميين او البرامج، ان انا بجيب ضيف. تمام. انا عارف ان الضيف ده هيجي هلفط. تعالى تعالى بقى اقعد بقى كده واديها. فيقوم مخبط مثلا في النادي الاهلي. لا سعد، انا عارف ان سعد هيجي هيغلط. تمام. انا عارف ان سعد مثلا هيجي يغلط في الكابتن وائل جمعه. طب ويقول ان وائل جمعه ده مش عارف ايه. هل طبيعي ان انت ان انا اجيب ضيف ومثلا بتقول ان انا احسن من فلان، او يعني بالعقل وبالمنطق هي عقليته وتقعد تشتم في النادي الاهلي وتقعد مش عارف ايه؟ ما هو بيبقى في كده ايه، موضه الترند. انا هجيب فلان عشان يجي يعمل ترند بغض النظر هنغلط في مين. فده مش ما بقاش طبيعي. انا ما عنديش مشكله تقول اي اسماء. ما عنديش. لا مش هقول اسماء طبعا خالص. مش هقول اسماء لان الاسماء هي لا تتناسب مع الانديه اللي لعبت فيها او مع النادي الاهلي او مع النجوم اللي هي بتتكلم عنها. بس انت هتطلع قدام الناس لازم تحترم الناس وتحترم نفسك. تحترم الناس وتحترم نفسك. لما تيجي تتكلم عن نجم كبير. ايوه بس هو حر. لما تيجي تتكلم عن نجم لازم تحترمه. ايوه طبعا معاك طبعا. لازم الاحترام. في كلام يتقال في، بس هو اللي بيشيل، هو اللي بيحاسب على الفاتوره مش انت. ما هو اللي جايبه ليه يا مهيب؟ اللي جايبه ليه؟ عشان انا عارف ان ده هيجي هيهلفط باي حاجه. انا هنا طبعا سعد سمير واضح ان الراجل متابع كويس قوي وراصد التفاصيل اللي بتحصل. لكن انا هنا عايز اناقش صديقي العزيز مهيب عبد الهادي. بيقول لك لا ما هو اللي هيقول وهو اللي بيحاسب على الفاتوره. لا خالص. في النهايه
المذيع اللي قاعد على كرسي المذيع هو المسؤول، حتى لو الضيف ناهيك على انه اصلا اختيار الضيف معين بشكل انتقائي ما في توقيت ما، واضح هدفه ورايح فين. بس انا لو عندي ضيف اخطا في حق الاخرين او في حق الجماهير او في حق الثوابت العامه للمجتمع، انا لازم ارده، انا لازم ارده وارفض اللي قاله، ما امنش عليه على اساس ان هو اللي يدفع الفاتوره. لا لا خالص، دفع الفاتوره لمرسل الرساله نفسه، المذيع اللي قاعد على الكرسي هو المسؤول. كان عنده فرصة الاختيار فاختار سين تحديدا في توقيت معين. كمان يوجه له سؤال بهدف ان هو يصير منطقة ما تعمل الترند اللي كابتن شوبير قال جاي منه. في أسئلة بتتسأل على ثوابت، ثوابت مفهومة ومحفوظة عند الناس، بس نرجع ننقش فيها ونبدأ نسأل فيها علشان نعمل جدل بين الجماهير ونركب الترند. ده اللي بيحصل. ونرجع نلوم شباب السوشيال ميديا، مع انه شباب السوشيال ميديا تقريبا بيتغذى على الوجبه المسمومه اللي انتوا بتعملوها. الفيديوهات اللي بتطلع من البرامج هي اللي بتكون محل جدل وخلاف ونقاش وخناق بين الجماهير ديت وديت. الماده طالعه اساسا من عندكم، هذه بضاعتكم ردت اليكم. ونرجع نلوم الشباب ونرجع نشتكي من السوشيال ميديا واحنا اللي بنصنع ده، لانه فكره هو اللي بيحاسب على الفاتوره. لا، نتمنى ان الامور تكون واضحه شويه. ما تشجع ناديك، ما تقول عن ناديك كل اللي انت عايزه في اطار من الروح الرياضيه. ده كان كلام مهم ايجابي الحقيقه سمعناه من الزميل احمد عبد الهادي في راديو مصر، نفتكره. المبادرة اللي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار لا للتعصب. في الحقيقة الدولة بتعمل أقصى ما في وسعها لنبذ التعصب اللي كل يوم بيكبر عن اليوم اللي قبله. مفيش مشكلة إنك تحب فريقك وتدعمه، بالعكس هو ده المطلوب، لكن احترم المنافس وخلي الروح الرياضية هي اللي تسود في النهاية. وأتمنى كمان من بعض الزملاء الصحفيين اللي كان ليهم دور في نشر التعصب في الفترة الأخيرة إنهم يمتنعون عن المشهد لحد ما المباراة تعدي على خير. لازم يحسوا بخطورة المرحلة اللي بنعيشها، لازم يكونوا وسيلة لوقت التعصب مش العكس. من المفترض إنك بتمارس مهنة الصحافة، مهنة كبيرة وعظيمة، مهنة بتحمل رسالة سامية. دورك الحقيقي نبذ التعصب، يعني من العيب إن حضراتكم كصحفيين كنتم بتشوفوا وتسمعوا تجاوزات وإثارة وفتنة وإساءات لكل الرموز وتشارك بيها، ومش كده وبس، كنت بتشوف كل ده وتكتفي بهز راسك وكأنك موافق على أي تجاوز. لا، دورك كإعلام أكبر من كده بكتير. دورك إنك تقول للصح صح والغلط غلط. دورك لما تلاقي في حد بيشعل التعصب والفتنة تقول له أقف وستوب. دورك إنك بترسم ثقافة مجتمع مش توافق على الخطأ في حق المجتمع، حتى لو بالصمت وهز الراس وخلاص. أنا عارف إن اللي بتعملوه ده واخدينه من منطلق إنها وظيفة مربحة، ولكن خطورتها على المجتمع هتكون كبيرة وكبيرة جدا، وأسلوب الهبد وهز الراس ممكن يوصلنا لكارثة كبيرة لا قدر الله. ده كلام مهم الحقيقة في راديو مصر من الزميل أحمد عبد الهادي، ونتمنى إن الكل يعيه، كل الأطراف عليها مسؤولية. ما هو إحنا أصلا لو هنتكلم على إنه نبذ التعصب اتعمل له مؤتمر والناس قالت كلمتين وكل واحد كتب له مقاله وخلصت الحدوته، لا، الكلام ده حصل كتير قوي قبل كده. احنا جادين ومهتمين بنبذ التعصب وازاله كل اسباب الاحتقان في الساحه الرياضيه، يبقى نتكلم. ولما نتكلم على اللي جاي اعتقد هيبقى الكلام اكثر اهميه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم بعظمه لسانه عن الشمالي وضحايا البضاعة الفاسدة. خدتوا بالكم من ضمن المعايير أو الأكواد الإعلامية السبعة اللي قلنا لكم دول بيمثلوا مواد الدستور الإعلامي اللي على الجميع الالتزام بيهم لحماية المجتمع وحماية المهنة وحماية قيم المجتمع. واحد من الأكواد السبعة احترام الآخرين، عدم الإساءة إلى الآخرين. اي حاجه تصدر منك فيها اساءه للاخرين اعرف ان انت متجاوز، اعرف ان انت مخترق كود مهم.
لكن لما نلاقي في برنامج او نلاقي البحث دايما وابدا عن سؤال بهدف جذب الانتباه وإثارة المشكلة بين الجماهير. قعدنا فترة طويلة جدا، هو مين اللي حق بنادي القرن؟ يا عم مش من حقك ولا من حقي ولا من حق أي حد يدعي على حاجة حصل ليها اختيار رسمي من جهة رسمية مسؤولة، هي الجهة المختصة الوحيدة اللي تحكم الكرة الأفريقية أو الكرة في أفريقيا، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. حط معايير ورولز على أساسها النادي الأهلي نادي القرن، ونادي الزمالك النادي الثاني. وده كان شيء رائع جدا للكرة المصرية، إن بتختتم القرن العشرين والبطل والوصيف منها، شيء رائع جدا. نيجي بعديها بكام سنة، 20 سنة، ونلاقي برامج مخصصة كل وقتها علشان إثارة الجماهير في المنطقة ديت. انتهت العملية زي ما انتهت وسكت الكلام، مع إن احنا قلنا أي كلام ياخد الشكل الرسمي يروح لجهات رسمية الناس هتحترمه. بس دلوقتي النغمة الجديدة واللبانة الجديدة ومنطقة جذب الانتباه الجديدة، ونرجع نلوم الشباب بتوع السوشيال ميديا، هو مين شعبيته أكتر، الأهلي ولا الزمالك؟ كده هو مين أقوى على السوشيال ميديا، الأهلي ولا الزمالك؟ مع أنه اللي بيسأل لا يمكن يكون متوقع حاجة غير إثارة اهتمام الناس وأن الناس تأكل في بعضها تاني، لأنه غير معقول. أنت لو سألتني مين أكتر شعبية، سين ولا صاد، مش همشي الشارع أعد الناس. إذن أنت بتتكلم على آراء انطباعية، فلما تتكلم على آراء انطباعية تسمع رأي مسيء جدا لجماهير النادي الأهلي، مسيء جدا ولا يتم التحفظ عليه. في أون سبورت كان الزميلان محمد القوصي وعمرو الدردير في ضيافة الكابتن سيف زاهر، وأثيرت هذه القضية ومس جمهور الاهلي ما مسه. نشوف هو مين الجمهور اللي ليه اكتر شعبيه على السوشيال ميديا؟ جمهور النادي الاهلي طبعا. ليه؟ لانه مرتبط بالشعبيه الاكتر، يعني هو الاهلي جمهوره اكتر. بالطبع طبعا، يعني كل الاوضاع اللي حواليك بتقول ان جمهور الاهلي بيملك الاغلبيه الاكتر بالنسبه للجماهير. بنسبه مش اقل من 70%. مش اقل من 70. استاذ عمرو، لا طبعا مختلف مع الرؤيه دي، هي جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك، لكن الفكره في ايه؟ ان 90% من اللي بينتموا يقول لك انا اهلاوي بيبقى ملوش اصلا في الكوره، يقول لك انا ما بشجعش بس انا اهلاوي. فهم دول، دي الزياده، يعني الزياده في كده يعني. لا 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 لا، يعني يقول لك انا ما اعرفش كوره يعني بس انا بشجع. لا 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 لا، بقول لك 90% من المجموعه دي. لا 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 لا، جمهور كده يعني، جمهور الاهلي ما بيفهمش كوره يعني، يعني اللي بيفهموا كوره. لا انت عايز تقولني جمهور الاهلي، انت بتقول ما بيفهموش. انا بتكلم على جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك، اللي بيفهم كوره قد اللي بيفهم كوره. قدهم ازاي يعني؟ قدهم. انت عايز تقول، انت عايز تقول اللي عامل الزياده هو اللي هم يعني الزياده، يعني مثلا هنقول 30 وصل 30 والبقيه ال 40 دول ما بيفهموش في الكوره مثلا. مبدئيا انا معلوماتي واكيد مؤكده انه الزميلين الدردير والقوصي الاثنين صحفيين في الاهرام، المؤسسه العملاقه الكبيره، مش في الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. مؤكد ان هم مش في الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء عشان يسال هذا السؤال، ولا هم ولا انا ولا اي حد يملك تعداد مشي في الشارع عد الناس. فيبقى السؤال بهدف إثارة هذه القضية ويحصل اللي حصل، وتصدر الإساءة إلى جمهور الأهلي إنه ما ملوش في الكورة. ممكن جدا ناس تكون أهلوية جدا وملهاش في الكورة بالمناسبة، لأنه الأهلي مش نادي كرة قدم، ولا الزمالك نادي كرة قدم فقط، ولا الاتحاد، ولا يعني حد في اسكندرية بيعشق الاتحاد عشان الباسكت، حد في الاهلي او في الزمالك بيعشق النادي الاهلي عشان قيمته وعشان مواقفه وعشان تاريخه وعشان نشأته وعشان رموزه وعشان مكانته واخلاقه، حاجات كتيره جدا تكفي لاي حد انه يبقى اهلاوي يفخر بالنادي الاهلي حتى لو مالوش في الكوره. بس الاساءه للجمهور بهذا الشكل بسبب طرح سؤال مش في مكانه ومش للاشخاص اللي مهتمين، لان انا المفروض لكل اعلامي او من الزملاء الصحفيين هم الأقدر على المتابعة من غيرهم، هم الأقدر على المتابعة من غيرهم. ولما يكون في الخمس ست سنين الأخيرة صدرت دراسات لقياس الرأي العام الرياضي في مصر ونشرت في كل المواقع عن حجم الشعبية ونوعها، يبقى أنا
يا اما ان انا مش متابع وده قصور عندي، يا اما ان انا متعمد اثاره حاجه ده تقصير مني عشان تحدث الاساءه اللي حصلت بحق جمهور الاهلي العظيم والمحترم واللي الناس كلها عارفه ان هو قد ايه بيحب فرقته وبيحب الكوره وبيحترم كل الاطراف ولازم ده يكون. لكن ما دمنا جينا لرقعه التصنيف وبقول لكم لما يكون الكلام ده نشر في كتير من المواقع الجاده والكبيره نقلا عن دراسات رسميه لقياس الراي العام، يبقى اللي مش متابع عنده قصور او ما يعرفش ومش مهتم، فيبقى السؤال الغلط في المكان الغلط للضيوف الغلط لانه مش من التعبئه والاحصاء، ده هم زملاء صحفيين محدش فيهم هيلف على الناس يحسبها، فكل واحد هيقول الراي الانطباعي. لما العمليه تتعلق بالرقم مفيش مجال للراي الانطباعي، المجال الانطباعي ان تقول لي فلان وحش ولا كويس، فلان صح ولا غلط، لكن كام ما دام رحت للرقم يبقى لازم فيها دراسه. ونفكر الجميع انه واحده من الدراسات المهمه لقياس الراي العام الرياضي في مصر نشرت على فكره في كل المواقع، كان موقع مصراوي نشر ما اجرته مراكز قياس الراي العام الاجنبيه. فاكرين حضراتكم شركه صله السعوديه لما جت تاخد حق رعايه النادي الاهلي، وكان ده فتح استثماري كبير انه هيبقى فيه شركه عربيه او شركه غير مصريه تاخد حقوق رعايه النادي الاهلي. الناس دي ما بتشتغلش زي ما الناس ديت شغاله، لا بتقيس السوق صح، بتتاكد من حجم الشعبيه لانها هتطرح سلع كتيره في السوق لهذا الجمهور، فلازم أن تبقى عارفه حجم السوق المستهدف كام. فشركه صله وقتها طلبت من ثلاثه من اكبر شركات قياس الراي العام العالميه انها تيجي في مصر وتعمل قياس للراي العام الرياضي. ده الكلام المحترم والكلام الجد واللي الكلام اللي المفروض الناس كلها تكون عارفاه لانه نشر على مواقع مصريه. ابسوس الامريكيه، شركه ابسوس دي واحده من اهم الشركات للابحاث العلميه، اجرت هي ونيلسون سبورت وبليند فاير دراسه كامله اكدت انه مصر فيها 50 مليون مشجع لكره القدم. 50 مليون مشجع يعني نص عدد السكان تقريبا، بيستثني الاطفال وبيستثني الناس اللي ملهاش في الكوره. ولما قالوا في مفردات الدراسه قالوا ان هما تاكدوا من كل واحد في حجم العينه اللي اجريت عليها. طبعا الناس اللي فاهمه عارفه انه مفيش عينه او مفيش دراسه هتتعمل على ال 50 مليون، لكن بياخدوا عينات وفقا لمقاييس علميه انه بيسالوا سؤال الاول انت بتتابع الكوره ولا لا، اخر ماتش تابعته امتى، ماتش كذا كانت النتيجه يعني كله بيتاكد من سلامه العينه، بيتاكد انه الراجل ده فاهم ومتابع. طب انت بتشجع مين؟ كانت النتيجه ان الدراسه اللي اجريت من ابسوس، وابسوس شركه عالميه مقرها باريس، قلت لكم شغاله في المجال ده من سنه 75، بقى لها 50 سنه تقريبا في قياس الراي العام ودراساتها دايما وابدا محل اهتمام عالمي. ال 50 مليون مصري ابسوس قالت ان فيهم 40 مليون اهلاوي بنسبه 80% من حجم الجماهير المصريه اهلاويه، وبقيه الانديه بتتقاسم ال 20%. ده كان كلام علمي بقياسات راي علميه نشرتها مواقع مصريه جاده. مش بس كده، النسبه اللي تراوحت بين ال 80% في دراسه ابسوس واللي خلت شركه صله وقتها تدخل على الاهلي بقلب جامد وتدفع تقريبا نص مليار جنيه لشراء حقوق رعايه النادي الاهلي اعلانيا، لان ادركت حجم وقيمه النادي الاهلي في السوق. مركز بصيره وده من مراكز قياس الراي العام المهمه برضو في مصر اجرى دراسه نشرها اليوم السابع ونشرتها كل المواقع. عشان كده بقول للزملاء لما الكلام ده يكون اتنشر لمواقع صادره باللغه العربيه يبقى انا عندي مشكله، يا اما ان انا مش متابع، يا اما ان انا مش عايز اعرف، يا اما ان انا عايز اودي الناس في سكه واطلع بالترند واثير الاهتمام، فاسال على حقائق رقميه حسمت بدراسات جاده.
مين اكتر؟ هو في حد لسه بيسال مين اكتر؟ كانت بصيره قالت 72% من المصريين اهلاويه، 21% يشجعون الزمالك، والفئات الاكبر سنا الاكثر تشجيعا للنادي الابيض الكبير، و 19% من المواطنين شاهدوا كاس العالم الاخيره. وقالت الدراسه اللي اجريت المقابلات تمت في الفتره من 14 ل 18 يوليو 2014، يعني حقائق مستقره على الارض من 6 سنين. متخيلين؟ من 6 سنين الكلام ده محسوم ونشر في 18 اغسطس 2014. متخيلين كلام نشر بدراسات رقميه؟ وعلى فكره ده شيء رائع جدا ان انت يكون عندك قياسات راي عام، ما يقللش ابدا من اي نادي يبقى حجمه قد كده او قد كده او قد كده، بالعكس مزيد من الانجازات الرياضيه، مزيد من الشغل واستقطاب نجوم، مزيد من الاستقرار، مزيد من النجاح، ومزيد من توسيع الشعبيه. يزيد الزمالك ويزيد الاسماعيلي ويزيد الاتحاد. مؤكد ان انت حتى في الزياده المضطرده في عدد السكان تحتاج ان الساحه الرياضيه تستوعب كل هذه القاعده الجماهيريه الكبيره، وكله في مصلحه الرياضه المصريه. بس لا تبخسوا الناس اشياءهم. ما تجيش تقول لي الاهلي ايه وانت عندك دراسات جاده مؤكده معلنه من 6 سنين، علشان يتقال سؤال مسيء لجمهور الاهلي، عشان تكون الاجابه فيها هذه الاساءه لجمهور الاهلي، وانت لا عايز تبص على الدراسات الاجنبيه ولا الدراسات المصريه. حتى ما يخص بالسوشيال ميديا، ما يخص السوشيال ميديا يا جماعه، ودي ما حدش يعني، اذا كان الكلام الانطباعي الناس مش عايزه تاخد بالها منه، السوشيال ميديا تقريبا كلها بتبقى الارقام معلنه وثابته. في السوشيال ميديا الحساب الرسمي للنادي، نادي القرن، المتابعين فيه 6.4 مليون. قناة الأهلي على اليوتيوب، ما هي دي أنت بتتكلم بقى على المكونات العامة للسوشيال ميديا، كل الوسائط المختلفة. قناة الأهلي على اليوتيوب عندها 12,473,676. أي حد عنده أرقام أعلى من كده أو غير كده يقول لنا أنتوا مش صح. قناة النادي الأهلي الرسمية عندها 2.8 مليون متابع. قناة الأهلي على الانستجرام فيها 696,000 متابع. موقع النادي الأهلي على الانستجرام فيه 6 مليون متابع. فيديوهات قناة الأهلي بتتابع من 1.47 مليون مشترك. قناة الأهلي، ما دام بنتكلم، لأنه خلينا في الشق الرياضي عشان ما نسمعش سؤال هو مين أكتر ونسمع كلام مسيء لجمهور الاهلي او حد عايز يلهب المشاكل بين جماهير الناديين على السوشيال ميديا. مين اقوى تاثير؟ طب هو مين اللي هيقيس ده؟ هات لي اي حد يقدر يقيس ده. لو سالتني هقول لك الاهلي، ولو سالت زميل في الزمالك هيقول لك الزمالك. يبقى اثاره المساله من الاساس هدفها ان احنا ازاي نقدر نسخن ونولع وبعد كده نلوم الشباب بتاع السوشيال ميديا. ده كلام مش علمي، لانه الكلام العلمي لما الاقي قناه الاهلي، ده حسب اليوم السابع برضو، احتلت المركز الخامس ضمن اكثر مشاهده بين انديه العالم. قنوات الانديه العالميه الاهلي فيها رقم 5. لم يسبق الاهلي في نسب المشاهده على قناته غير برشلونه، ليفربول، مانشستر يونايتد، ريال مدريد والنادي الاهلي. يعني لما يكون النادي الأهلي خامس أندية العالم بين قنوات الأندية المشاهدة، نسأل هو حجم الشعبية كام؟ الاحترام كله لكل الأندية. نادي الزمالك تاريخه فيه أمجاد كتيرة جدا، من حق نادي الزمالك أنه يتغنى ويفخر ويزهو بيها. والنادي الأهلي ونادي الاتحاد سيد البلد، الاسماعيلي وكل الانديه الجماهيريه اللي بترتبط بجماهير لازم نحترم مشاعرها. لكن تكون الاساءه لجمهور الاهلي بهذا الشكل؟ لا. في شهاده مهمه من تونس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بعد كل اللي شفتوه من تغييب حقيقي للحقائق العلميه اللي ثبتت بارقام ثابته،
اللي تم قياسها وفقا لابحاث علميه انه ما شاء الله مصر فيها 50 مليون مشجع لكره القدم فيهم 40 مليون اهلاوي. ودي المراكز العلميه الجاده اللي مش مصريه ومش عربيه هي اللي اجرت هذه الدراسات. ولما مركز بصيره المصري لقياس الراي العام عمل الدراسه بتاعته كان 72% من المصريين اهلاويه. دي ارقام ثابته ومعلنه بقالها سنين، لكن ما علينا. شيء رائع جدا للاهلي والزمالك انه يكون الاثنين في النهائي الافريقي. شيء مهم. بيلفت حتى اهتمام الاشقاء العرب. الاهلي والزمالك اثنين جناح القوى الناعمه الرياضيه المصريه في المحيط العربي والافريقي. فلما يكون ليهم هذه المكانه ولما يكونوا مع بعض في النهائي الافريقي تنشغل القنوات العربيه بالتفتيش في قوه الاهلي والزمالك. المحلل التونسي الاستاذ فتحي الموالدي له راي مهم في طرفي النهائي، ورايه في الاهلي ايه؟ من الاجدر انه يمثل مصر في بطوله العالم للانديه، الزمالك ام الاهلي؟ فتحي تفضل. حاضر. قال هشام توا امور بديهيه، معناها عبد الكريم خايف ما حبش يبدا يستناني. الشوط الاول الكارثي، فريق عنده في مده 90 دقيقه 45 وهو نائم، كيف سينور الافارقه والعرب بينما الاهلي تقاه متوازن طيله 90 دقيقه؟ والاهلي اسمه على جسمه، اسمه الاهلي، فهو الوحيد الاهل بتمثيل الكره مش العربيه، الكره الافريقيه والتاريخ. ما نحبش نرجعك للتاريخ عبد الكريم، نوجع لك قلبك شويه، خاطر التاريخ نتاع الاهلي ما شاء الله كله تتويجات وكله انتصارات هامه حتى في كاس العالم للانديه. وبالتالي نتمنى لك التوفيق باش تحاول فماشي ما ترجع الزمالك ينجم يمثل الكره الافريقيه، ولكن الاهلي هو الاهل بذلك. وهذا كلامي الأول والأخير، وهذه قناعتي وقناعة كل واحد موضوعي يفهم كرة ويعرف الأهلي هو الكل. راهو الأهلي سينور الكرة العربية والإفريقية وهو الوحيد القادر على ذلك، وهذا ما أتمناه له. ده رأي المحلل التونسي الأستاذ فتحي المولدي. الأهلي اسمه على جسمه، الأهلي تاريخه هو اللي بيتكلم عنه، الاهلي كفايه ان انت تقول ان الاهلي موجود. كل المفردات اللي يفخر بها كل مصري وكل اهلاوي سمعتوها من المحلل التونسي الشقيق. وكان بيساله الزميل هشام الخلصي هو مين الاقدر بتمثيل افضل للكره المصريه والعربيه والافريقيه في كاس العالم للانديه، الاهلي ام الزمالك؟ وزي ما بقول لكم هو ده شكل النجاح، هي دي الثمره الحلوه، إن الأشقاء كلهم بيتكلموا على فرقتين مصريين موجودين مع بعض في النهائي. ده لأول مرة في التاريخ. علينا إن احنا نحتفي بيهم، علينا إن احنا بكل الروح الرياضية نحترم المنافس. الكابتن الكويتي جمال مبارك لاعب القادسية السابق سئل نفس السؤال، نشوفه قال إيه. خاص برايك مبارك ها؟ مين؟ انا من عشاق النادي الاهلي المصري. والله طبعا نادي الاهلي المصري. خذ دقيق ها، خذ دقيق، باخذ دقيقه اكيد. ها شوف تاخذ دقيقه. اي باخذ دقيقه. تاخذ دقيقه لحظه، يعني بطوله العالم، بطوله العالم خلي خلي الانديه خلينا نشوفه، خلينا نحسب لك ودي الامور دقيقه جدا. اي اوكي الامور مش سهل. جاهز؟ جاهز. تفضل. شوف انا من محبين النادي الاهلي، الخطيب بعدها ابو تريكه، مجموعه من اللاعبين. يمكن شجعت الاهلي وحضرت لهم يمكن ثلاث مباريات في مصر، وكانت المباريات طبعا الملعب كان فل، والاهلي من الفرق اللي يعني انا احترمه كثير واحبه كثير، وافضل ان الاهلي يكون يشارك في بطوله العالم على اساس انه يزين حتى الانديه العالم بمشاركه الاهلي.
وانا ادري بك انت اهلاوي بس طبعا ما راح تتكلم هالكلام. انا ادري ترى عليك 10-0 وتضارب سماوي اليوم يعني رايحه عليك اليوم. اتوقع ان انا اتفق مع الاثنين اللي لابسين سماوي. عبد الكريم اسمح لي اللي انا معاك في الكويت العربي لكن في مصر مع صابر ومع فتحي. الوقت انتهى خلصت انت ما شاء الله عليك. انا ما قلت شيء انا خلصت اي بالوقت اي بالوقت ما شاء الله عليك. ده الكابتن جمال مبارك واحد من نجوم القادسيه الكبار. وبمناسبه القادسيه كنت اتمنى ان يبقى في وقت اسمعكم الكابتن علي مروي نجم الكويت الدولي الكبير اللي من وقت ما الاهلي شارك في مهرجان تكريمه وتسمعوا منه احلى كلام عن النادي الاهلي يستحقه الاهلي وجمهوره. دي مكانه النادي الاهلي في المحيط العربي. الزمالك له تواجد، له احترامه، له تقديره، وزي ما قلت لكم لما يبقى موجود الاهلي والزمالك الاثنين في نهائي دوري الابطال علينا كلنا ان احنا نفخر بالكره المصريه بجد. اللي بيشيد بالزمالك ده حقه، الزمالك نادي كبير، واللي بيتوقع الاهلي ده حقه، وعنده مفرداته وعنده دوافعه وعنده اسبابه وعنده تاريخه. لكن لما يكون الصحفي الكويتي عبد الكريم الشمالي في نفس المؤتمر او في نفس اللقاء سئل من حقه يقول الزمالك مؤكد له دوافعه واسبابه، لكن كمان مش من حقه يسيء للنادي الاهلي بالشكل اللي تسمعوه. عبد الكريم، من الاجدر لتمثيل الكره المصريه في بطوله العالم للانديه؟ يعني بالتاكيد فتحي يرى الاهلي باعتبار ان الاهلي فريق الاتحاد الافريقي، فريق الاتحاد المصري، الفريق المدلل، وهو يرى بان يعني سيفوز وسيكون الافضل. لكن وفق يعني اخر المواجهات دائما ما تقول الغلبه كانت فيها للزمالك، خصوصا في المباريات النهائيه او مباريات الفاصله، مباراه الكاس، مباراه كاس السوبر، كلها حسمها الزمالك لصالحه. فيعني عن اي وجه مشرق يتكلم، وهو يحكم من خلال مباراه. ماذا لو جاءت المباراه الاخيره النهائيه وكان الزمالك هو الافضل وقدم المباراه كما قدم بالشوط الثاني امام الفريق المغربي وحسم المباراه ب4 اهداف، هل سيكون هو من وجهه نظر يعني فتحي هو المؤهل؟ بالتاكيد الزمالك اليوم هو الفريق القادر على تمثيل افريقيا بالشكل الذي يشرف البطوله. بعدين احنا جربنا الاهلي من في بطوله العالم وكان افضل ما يعني افضل ما ذهب اليه بانه قدم مستوى جيد، لعب على المباراه القادمه. خلاص خلاص عبد الكريم، خلاص زمالك. عبد الكريم وقتك انتهى. عبد الكريم وقتك انتهى ومنطقك اختفى. كان يقدر الزميل الكويتي الشمالي انه يقدر يرجع كفة الزمالك، يتمنى فوز الزمالك، يشيد بنادي الزمالك، يتوقع حصول الزمالك على البطولة. كل دول عنده الحق المنطقي فيهم جدا، ده رأيه ودي رؤيته ده توقعه ويحترم. لكن تعالى لي بقى، ايه النادي الاهلي ده النادي المدلل بتاع البلد، وده النادي الاهلي بتاع الاتحاد الافريقي، وده النادي الاهلي بتاع الاتحاد المصري، ومن ثم لو خدها هيبقى واخدها علشان هو بتوع دول ودول اللي هيدوله البطوله. بصوا الزميل الشمالي واحد من ضحايا البضاعه الفاسده اللي عبر سنوات طويله تم تصديرها من مصر، من الساحه الرياضيه الاعلاميه المصريه للمحيط العربي، فيها كل الاساءه والتشكيك للنادي الاهلي وبطولاته، وبتفتقد الى ادنى مراحل المنطق. الاهلي نادي الاتحاد الافريقي؟ ده الاهلي ما حدش اتظلم من الاتحاد الافريقي الا النادي الاهلي، وبالورقه والقلم وباللقطه والصوره، علشان الاخ الشمالي يعرف انه كان ضحيه لراي قام على بضاعه فاسده اعلاميا تم تصديرها لسنوات طويله مسيئه للنادي الاهلي وقيمه بطولاته. ده النادي الاهلي يا استاذ
اللي ضاع منه 5 كاسات 5 على الأقل لأخطاء تحكيمية مباشرة، منها أخطاء صدرت أحكام بالحبس ضد حكامها، حبس واعتقال وشطب لحكام ثبت فسادهم في مباريات كان النادي الأهلي طرف فيها. اللي بيقول لك الأهلي علشان نادي الاتحاد الأفريقي، النادي الأهلي هو الوحيد اللي عوقب من الاتحاد الأفريقي بالإيقاف 3 سنوات متصلة بسبب حكم فاسد أدار مباراة السوبر 94 ودخل السجن بعد كده وثبت إنه مرتشي في دوري جنوب أفريقيا بتروس ماتابيلا. ده النادي الأهلي 5 كاسات مستحقة للأهلي ضاعت يا أستاذ من هذا الفريق اللي انت شايفه مدلل بسبب أخطاء تحكيمية واضحة وصريحة. هفكرك ببيتروس ماتابيلا زي ما قلت لك، سوبر أهلي وزمالك 94، قبل منها ده 83. نرجع لورا، تخيل 83 الأهلي بيلعب نهائي بطولة أبطال الدوري عشان يحافظ على اللقب، هدف تسلل لكوتوكو ولا أوضح، الحكم الجزائري محمد حنظل حسبه عشان الأهلي يخسر هذا اللقب. ولو عايز تشوف النتيجة بعدها ب 33 سنة، 33 سنة تظهر الحقيقة إنه حنظل كان حنظل قوي، إنه بعد 33 سنة المساعد بتاعه رشيد مجيبة يعترف في 2015 إنه رفع الراية، رفع الراية للحكم إن الكرة أوفسايد، قال له نزل الراية، وحنظل صمم على رأيه الحنظل وحسب الهدف عشان الأهلي يخسر اللقب في النهائي. ويعترف مجيبة في 2015 يعني بعدها ب 33 34 سنة إنه وقتها الحكم كان رأيه اللاين مان رأيه استشاري، الحكم ما أخدش بيه. يا أستاذ شمالي ده 83، 94 الأهلي يضيع منه لقب السوبر الأفريقي في جوهانسبرج بسبب بيتروس ماتابيلا. اتفضل، ادي الأهلي المدلل، شوف الفاول اللي ارتكبه إيمانويل أمونيكي واكتفى الحكم بإنذاره. اتفضل لياسر ريان، ده فاول ومحضر واللي انت عايز تقول، اتفضل والحكم فوق من اللعبة اهو. يا أستاذ شمالي ده الأهلي المدلل، اتفضل محمد يوسف يتعمل معاه الفاول والحكم يصفر لصالح الأهلي الفاول، ويجي يقوم أشرف يوسف يشده، تفاجأ إن الحكم اللي بقول لكم بعد كده دخل السجن في وقائع رشا في جنوب أفريقيا يطرد محمد يوسف. ده الأهلي المدلل، ده الأهلي بتاع الاتحاد الأفريقي. ويغضب النادي الأهلي وقتها ويغيب 3 سنين معاقب من الاتحاد الأفريقي. وبالمناسبة المحترم المهندس مصطفى فهمي كان وقتها عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي وسكرتير الاتحاد الأفريقي اللي بيتهم بعد كده أنه كان بيجامل الأهلي في الكاف، لحمل أهل الراجل من ظلم ماتابيلا ولا تدخل لمنع الإيقاف. الفترة دي الزمالك خد 3 كاسات في هذه الفترة. محمد يوسف كشف على اللي حصل وقتها من هذا الماتابيلا يا أستاذ شمالي نفكرك بيه. كان لما تبلى الجنوب افريقي وكانت حاجه بينك وبين اشرف يوسف اللي حصل ان كان في فاول ليا، اشرف يوسف عمل معايا الفاول، فاول ليا، فاللي حصل ان اشرف يوسف زي ما تقول يعني استفزني او مسكني ماسكه، انت سقيته كده، فانا خبطت ايده، هو ايدك ما جاتش على وشي، خبطت ايده. ليه؟ هو مسكني ماسكه ذكيه جدا، هو مسكني من زوري، قال يعني بيطبطب عليا بس مسك، فانا مع الهوا فخبطت ايده قلت له اوعى ايدك، فراح واقع، راح واقع. اللاين مان الله اعلم قال ايه لل لقيت الراجل ايه، قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور قبل ما اطلع الكارت، قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور، خش جوه وادخل خد دش، خد دش. فانا ايه، انا حتى لو رحت لافف خلاص هتعمل ايه بعدين، من قبل ما اطلع الكارت، كان لسه قبل ما اطلع الكارت، ما هو ممكن يطلع كارت اصفر، بس جو انسايد تيك ا شاور يعني خلاص. فانا اول واحد عرف قبل ما اي حد يعرف ان انا هاخد كارت احمر، وانت عارف الانجليزي كويس اصلا كمان يعني. المهم الكره دي ما كانتش سهل خالص، طرد يوسف
وخد شاور والاهلي خد بعضه وانسحب من البطوله اللي بعديها والاتحاد الافريقي عاقبه وغاب الاهلي لغايه 98. ده الاهلي المدلل من الكاف، واللي جاي كان أسوأ بكتير. بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم ووجهه نظر الصحفي الكويتي عبد الكريم الشمالي اللي شايف الاهلي هو النادي المدلل بتاع الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي وان بطولاته جايه بسبب هذا التدليل. عرضنا الهدف الاوفسايد الصريح اللي كوتوكو خد بيه لقب 83 لمحمد حنظل الحكم، وازاي المساعد بتاعه رشيد مجيبه اعترف عليه بعد 33 سنه، وعرضنا بيتروس ماتابيلا وازاي ضيع على الاهلي مباراه السوبر في 94 وماتابيلا بعديها دخل السجن، طبعا كتب عنه الاستاذ ابراهيم حجازي وقتها، ورجع كمان لاتحاد جنوب افريقيا يعتقله لانه ثبت فساده في مباراه بين السودان وليبيا. ده الحق اللي ما بيضيعش، مجيبه يعترف على حنظل وكمان ماتابيلا يتشطب ويدخل السجن. الكاس الثالثه يا استاذ شمالي تقدر تسال عنها الاستاذ فتحي المولد التونسي اللي كان قد ايه منصف للنادي الاهلي ومقدر ليه، لانها كانت مع النجم الساحلي 2007. المباراه مباراه الذهاب هناك. الحكم الكاميروني رافائيل ديفين اتفضل وهو بيحرم بركات من ضربه جزاء صريحه جدا ومتملي وعارف مين اللي عنده انذار عشان يغيب مباراه العوده في القاهره. فالحكم الظالم ده ما بيكتفيش بس انه يحرم الاهلي من ضربه جزاء لبركات، كانت تحسم المساله هناك. اتفضلوا بص، ده اداله كمان انذار علشان يغيبه عن مباراه العوده في القاهره. ادي بركات بيعدي، شوفوا الاعاقه لانه لو راح هيشوط على الجون على طول. بيتشد ويتكعبل والحكم المفتري يديله انذار عشان يغيبه، علشان يجيبنا لمباراه العوده في القاهره تكون المذبحه الكبيره العرجونيه بقى. عبد الرحيم العرجون الحكم المغربي اللي محدش يقدر لغايه دلوقتي يقول تفسير ليه هو ما حسبش الضربتين الجزاء اللي انتوا هتشوفوهم. مجزره تحكيميه بجد. ابو تريكه بيقول له ازاي؟ طب ازاي؟ والعرجون يعترف بعد كده، ما انا بقول لكم كلها اعترافات، يعترف بعد كده للكابتن جمال الغندور حسب اللي قاله، اصل الجمهور شتمني كتير ساعتها. اتفضلوا. عايز اي حد الاخ الشمالي يقول لي الاهلي المدلل ما اتحسبتلوش ليه البنالتي ده؟ بص لي بقى على حادث الدهس اللي تعرض له احمد شديد قناوي. هتتعاد وتشوفها يا استاذ شمالي وقول لي بالله عليك الفريق المدلل ما تتحسبتلوش ليه دي ضربه جزاء عشان تضيع البطوله في النهائي والحكم العرجون فوق منها. اهو اتفضل اتفضل حادث دهس لاحمد شديد قناوي. ها ضاعت البطوله في 2007 ويقول لك الاهلي مدلل هو النادي بتاع الاتحاد الافريقي عشان دي البضاعه الفاسده اللي اتصدرت لكم اعلاميا لسنوات طويله كلها تشكيك في الاهلي وبطولاته، فتكون عندكم هذا الراي بدون اي سند وبدون اي منطق وبدون اي حتى ادراك للحقائق. ايه درامو جت في وشنا كلنا؟ ده ممكن تكون جت في وشك وانت قاعد في الكويت. علشان مباراه الاهلي والترجي ايه درامو يلعب فولي في مباراه كره القدم؟ ويضيع البطوله من الاهلي المدلل في وجهه نظرك. اتفضل شوف انرامو دخل الجون ده ازاي؟ ويعترف بعد كده انرامو. بقول لكم كلها اعترافات. ايده على اخر طولها والكره لدرجه ان هي بقت ايد رامو مش انرامو. اتفضل اللقطه دي كاسفه. اتفضل اتفضل في مرمى الاهلي المدلل من الكاف. ونسمع الكلام اللي ملوش اي لازمه في الاساءه للاهلي وبطولاته. انرامو بقى لو عايز، انا بقول لكم كلها اعترافات بس هتعمل ايه؟ هيفيد بايه؟ اعترف انرامو بعد كده. بالراس يعني with head. Yeah it was a good game against Ali because in the match Ali we play 2-1 they scored the first goal with the hand also.
with the hand. Yeah, 2-1 we lost. And you know, Ali, they have a very good team at that time. They had a very good team. So match retour, Arades. Yeah, and we know it's going to be a hard game for us to win. But alhamdulillah, Corby have a nice cross the ball. Then I have no option. The ball is like 10 meters to me. I have to fly. But with the head, not with the hands. Oh, yeah, with Baraz Adekabuntu. I believe. How then, alhamdulillah, I tried to touch the ball, but my head with my hand, we are all together. But the ball touches my hand and... But I was thinking the referee will see it. When I turned back, I see the referee was like, go, yeah, alhamdulillah. That is how we win the game in the Champions League semifinals. كلام واضح جدا وصريح، بس نقول لمين يا استاذ شمالي؟ بالمناسبه يمكن الزملاء دلوقتي بيبلغوني انه محمد النني نجم منتخب مصر ثبت ان هو ايجابي كورونا للاسف. النني موجود مع بعثه المنتخب في توجو، ثبت انه ايجابي كورونا. بقيه اللعيبه الحمد لله نتائج عيناتهم سلبيه، لكن النني ايجابي كورونا، ومن ثم تم عزله في فندق الاقامه في لومي، وهيرجع مع البعثه بشكل طبعا فيه عزل صحي كامل على الطياره الخاصه، ويسافر بعدها للارسنال ان شاء الله. الف سلامه للنني، والف سلامه لصلاح، والف سلامه لكل الناس. لكن زي ما بقول لكم اهو، الراجل موجود مع كل الفرق وبيتمرن، لا حضر لا فرح ولا عمل حاجه، لكن قدر الله وما شاء فعل. الف سلامه على النني علشان يغيب، وطبعا غايب كمان في نص الملعب عمرو السوليه للانذار الثاني. فهنشوف الكابتن حسام البدري هيلاعب طارق حامد وهيحلها فنيا ازاي. حمدي فتحي موجود معاه بالمناسبه، هيبقى في نص الملعب حمدي فتحي وطارق حامد، وان شاء الله كل التوفيق للمنتخب. شفت يا استاذ شمالي، يا ضحيه هذه البضاعه الفاسده، اعتراف انرامو زي اعتقال متابيلا وزي اعتراف مجيبه، دي بطولات ضاعت من الاهلي. الفيفا شطب لمبه يا بيه، اللي بيجي على الاهلي ما بيكسبش ولو بعد حين. الحقيقه بتظهر، الحقيقه بتظهر، لانه ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الحقيقه بتظهر، اللي بيتشطب واللي بيدخل السجن واللي بيتفضح واللي بيعترف واللي كله. والاهلي مدلل، والاهلي بتاع الكاف، والكاف بيجامل الاهلي، الاهلي والترجي. 2011 شفنا اللي حصل، هدف التسلل للترجي في 2011، الحكم السنغالي مالانج دي هيبو، واتحرم الاهلي من التاهل لنهائي البطوله برغم وضوح التسلل والكل اعترف بيه. لكن ما باليد حيله، خمس بطولات كامله ضاعت من الاهلي بشهاده الشهود واعتراف الجناه، اعتراف الجناه صراحه، بس بعد حين. اما فكره بقى اصل الاهلي نادي الاتحاد المصري، يا راجل الاتحاد المصري ليه؟ الاتحاد المصري ده الاهلي واخد الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي، وعلى راس الاتحاد المصري لكره القدم اكثر الناس زملكاويه على سطح الارض. انا بقول لكم الرجل المحترم الاستاذ عمرو الجنايني يحسب له انه لا يتدخل، بس ما تتصورش انه هيجامل الاهلي للموسم الثاني على التوالي. الاهلي توج السنه اللي فاتت، والاهلي البطوله بالكامل السنه دي في وجود الاستاذ عمرو الجنايني. يا اخ شمالي، ده النادي الاهلي. بالمناسبه الاتحاد المصري لكره القدم منذ نشاته لغايه الان اكثر من 90% من اللي ادروه قيادات زملكاويه، لدرجه انه كان في ناس بيرأسوا اتحاد الكوره ونادي الزمالك مع بعض، فاتحينهم مع بعض زي حيدر باشا، وبقيه الناس اللي كانت موجوده ما كانتش انتمائها للزمالك يقل عن هي رئيس نادي، زي كابتن محمد حسن حلمي زموره، زي المشير عبد الحكيم عامر، زي كابتن محمد لطيف، و نماذج كتيره جدا زملكاويه اداروا الاتحاد الكوره. يا استاذ شمالي، الاهلي بين ال 42 دوري اللي خدهم، خلينا في الدوري بس، ال 42 دوري اللي الاهلي خدهم فيهم 29 لقب تحقق تحت قياده زملكاويه كامله لاتحاد الكوره. ايه رايك بقى؟ يعني لو انت عندك فكره انه حيدر باشا رئيس نادي الزمالك، او المشير عامر بعد الثوره، او الكابتن حسن حلمي، او حتى
كابتن لطيف او حاليا الاستاذ عمرو الجنايني ممكن يجاملوا الاهلي وهم على هذه الدرجه من الانتماء للزمالك، يبقى انت عندك مشكله في الفهم او في المعلومات الخاطئه اللي وصلت لك. 29 لقب في الدوري للاهلي تحت قياده كامله من الزملكاويه لاتحاد الكوره. زي ما يحسب للاهلي نقاء البطوله وقوه البطوله، يحسب لهؤلاء النزاهه والشرف في الاداره. لازم نبقى موضوعيين، لا تبخسوا الناس اشياءهم. لولا انه عمرو الجنايني وكل الناس اللي سبقوه في اداره الاتحاد كانوا على قدر من الموضوعيه والامانه ما كانش الاهلي توج. بس ما ينفعش تقول لي الاهلي نادي الاتحاد المصري وانت عندك من الوزراء، من الوزراء مش بس اتحاد الكوره. دكتور عبد المنعم عماره اشهر حد تولى وزاره الشباب والرياضه في السنين الاخيره. 9 سنين الدكتور عماره وزير الشباب والرياضه. وهو اسماعيلاوي ايه؟ كان بيوجه الصفقات كده. وفي عهده في ال9 سنين الاهلي ياخد 9 بطولات. 5 دوري و4 كاس. لو عندك فكره ان الدكتور عماره ممكن يجامل الاهلي يبقى عندك مشكله. لو عندك مشكله او عندك فكره انه المهندس حسن صقر وهو وزير للشباب والرياضه 6 سنين من 2005 ل 2011. 6 سنين حسن صقر وزير للشباب والرياضه، الاهلي ياخد 12 بطوله منهم 6 دوري و4 سوبر و2 كاس. حاليا قبل كده المهندس خالد عبد العزيز 4 سنين وزير للشباب والرياضه، الاهلي ياخد 3 دوري و3 سوبر وبطوله كاس، 7 بطولات. وخالد عبد العزيز الراجل الزملكاوي المحترم وزيرا للشباب والرياضه. حاليا يا اخ شمالي، يا ضحيه هذه البضاعه الفاسده اللي تم تصديرها بصوره مسيئه عن النادي الاهلي ليكم. حاليا الدكتور اشرف صبحي الرجل المحترم وزيرا للشباب والرياضه، والاهلي ياخد الدوري السنتين ورا بعض. الدكتور اشرف صبحي وزير من 2018، الاهلي ياخد 3 بطولات، 2 دوري وبطوله سوبر. انا بستعرض الكلام ده علشان اقول لك انه حتى على المستوى العالمي الاهلي في حته تانيه خالص. الاهلي في حته تانيه خالص. حاليا الاهلي الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه. ريال مدريد الاول 26 بطوله، الاهلي 20 بطوله، هتشوف الجدول اهو. 26 بطوله ريال مدريد، الاهلي 20 بطوله. الاهلي الاكثر تتويجا في القرن ال21. القرن ال21 لوحده، الاهلي عنده 42 بطوله قاريه. الاهلي الاول عالميا، عالميا بحسب جدول جريدة ميرو البريطانية، الأهلي عنده 119 لقب في كرة القدم متنوع، بيتفوق عن كبريات الأندية العالمية، بعديه رينجرز الاسكتلندي 115. ده النادي الأهلي غير الألقاب اللي ما اتحسبتش وغير ال5 كاسات اللي الأهلي افتقدهم لأخطاء تحكيمية واضحة من اتحاد انت وصفته انه بيدلل الاهلي يا استاذ شمالي. لكن زي ما قلت لك انت وغيرك ضحايا بضاعه فاسده صدرت اعلاميا كثيرا وطويلا عن النادي الاهلي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 8 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.